بات مجلس النواب في مرحلتها الأولى ب14 محافظة حرص الوزراء والمسؤولون على الإدلاء بأصواتهم بدوائرهم الانتخابية لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان. الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أدلى بصوته في انتخابات مجلس النواب بلجنة مدرسة الأرمان الثانوية بالعجوزة، مؤكدا ضرورة المشاركة بكثافة في الانتخابات لضمان الاستمرار في الإجراءات التي بدأتها الدولة لبناء دولة حديثة. وأثناء إدلائها بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة أبو بكر الصديق التجريبية بمدينة الشيخ زايد، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية باعتبارها واجبا وطنيا. وأمام مدرسة الأرمان الإعدادية النموذجية بمحافظة الجيزة أدلى الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بصوته في انتخابات مجلس النواب، وناشد من لهم حق الانتخاب بالمشاركة والتصويت في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر. وبمدينة السادس من أكتوبر أدلى وزير المالية الدكتور محمد معيط بصوته في انتخابات مجلس النواب أمام مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية، مشيرا إلى أن الناخبين المصريين يجسدون نموذجا حضاريا للديمقراطية باختيار من يمثلهم بإرادة حرة. وبمنطقة الدق بالجيزة أدلت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباش بصوتها في انتخابات مجلس النواب، داعية المواطنين بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واختيار مرشحهم الذي يمثلهم في دائرتهم باعتبار المشاركة واجبا على الجميع. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت عقب إدلائه بصوته في انتخابات مجلس النواب بالمدرسة اليابانية بالشيخ زايد أشار إلى أهمية هذا الاستحقاق الدستوري لتعزيز مسيرة الديمقراطية، داعيا كافة المواطنين للقيام بهذا الواجب الدستوري لإثراء الحياة السياسية. وعقب إدلائه بصوته في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنة في حي الهرم، وجه المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب تحية شكر لمجلس النواب الحالي الذي أدى دوره البرلماني بكفاءة وحكمة لإعلاء صالح الوطن والمواطن. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.